اهلا بكم من جديد، والسؤال وجواب اسئله بتسالوها على منتدى القناه وانا هجاوب عليها علشان امدكم بالمعلومات المهمه اللي هتساعدك وتقويك خلال رحله التغيير وما بعد رحله التغيير. والحلقه دي رقم 7. هاي ايوه، انت عايز تبقى رشيق؟ تبقى رشيق يعني اشترك في القناه بس كده. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، واسعد الله اوقاتكم بكل خير. اهلا بيكم على قناتكم وعلى صفحتكم لو نفسك تخس، والفيديوهات التشجيعيه اليوميه اللي انت لو شايف انها مهمه وتمدك بالمعلومات كمان بتشجعك ما تنساش تضغط لايك قوي جدا. وكمان لو لسه ما اشتركتش في القناه انزل اشترك في القناه علشان تكون من ضمن عائله لو نفسك تخس، اكبر عائله رشيقه في الوطن العربي وكمان في العالم. يلا بينا نبدا ونشوف اول سؤال، وهيكون من هدير. هدير طارق بتقول ان هي، السلام عليكم، بتنام متاخر حوالي الساعه 2 او 2 ونص او 3، وبتصحى كمان متاخر يعني على الساعه 12، هل ده بيأثر على الحرق؟ اتكلمنا في الموضوع ده كتير وقلنا ان ده مشكلته ان هو بيأثر على الهرمونات وبيخلي الواحد يجوع كتير وبيخلي الواحد مش فاهم نفسه، وكمان ما بيريحش الجسم. الجسم محتاج يرتاح وياخد قسط من الراحة علشان خاطر يحرق بشكل جيد. كل ما نام كويس كل ما الجسم يحرق بشكل كويس، والنوم يكون من قبل الساعة 12 بالليل يعني علشان خاطر ان انا استفيد بالنوم الصحيح والجسم يصحى مرتاح والهرمونات بتاعته مظبوطة. طيب هي بتصحى الساعة 8 تاخد معلقة العسل وتنام تاني. طبعا معلقة العسل الفكرة فيها ان هي بتنشط الحرق، يعني بس تستثمر معلقه العسل الصغيره دي ان هي تخليني اتحرك اكتر وبالتالي ابذل مجهود وبالتالي احرق اكتر. لكن انا لما باخد معلقه العسل وانام انا خدت سعرات ونمت ما عملتش اي حاجه خالص، وبالتالي ده مش صحيح. هي بتصحى الساعه 12 مش مشكله يعني مش متاخر قوي، ولكن حاولي تنامي بدري وحاولي تنظمي يومك، يعني كل يوم كده نامي بدري شويه واصحي بدري ساعه شويه لغايه ما تظبطي الدنيا، هيفرق معاكي والله بشكل كبير جدا. بس في العموم يعني مش هياثر قوي على النزول، يعني مش هياثر قوي، بس الفكره كلها في اللخبطه واللي انت هتلاقي نفسك عايزه تعكي وتلاقي مع السهر لازم اكل وهكذا يعني. طيب هي بتقول ان هي بترجع تفطر الصبح لما بتصحى مفيش مشكله. طيب هي بقى بتتكلم بتقول كمان، نتكلم على البوستات اللي ماليه الفيسبوك ان التخان اقل عرضه للاصابه بالفيروس المنتشر دلوقتي وان الرجيم بيضعف المناعه، وانا طبعا مش مقتنعه بالكلام ده خالص، بس في ناس كتير مصدقه. الناس الكتير المصدقه دي مصدقه علشان على هواها، مصدقه علشان خاطر ان ده حاجه يقول لك بص بقى ان التخان دول مش هيصابوا بالفيروس. طبعا ليه يعني مش هيصابوا بالفيروس؟ يعني الفيروس مثلا هيشوفنا ان احنا كده مالين مركزنا واقفين قصاده يقول لك لا انا خايف من الواد ده، ولا هنصعب عليه مثلا ونقول هم اصلا اللي فيه مكفيه ولا ايه؟ مش فاهم يعني. طبعا ده كلام فارغ يعني الحقيقه. الصح ان للاسف الشديد وانا كنت في وقت من الاوقات كان وزني 122 كيلو، كان اي هفوه كنت بصاب بيها، يعني لو اي حاجه حتى لو حساسيه كده على الصدر بلاقي ان صدري قفل ومش قادر اتكلم، ولو اي برد صغيرين كانوا بينيموني في السرير. طبعا وزنهم زياده اكثر عرضه للامراض وللتعب، ده اصلا السمنه لوحدها اكثر عرضه لامراض كتير، فما بالك لو فيروس بقى. فناخد بالنا من صحتنا، والشخص اللي بيكتب مثل هذه البوستات حتى بهدف الهزار ربنا يعني هيعاقبه عقاب شديد جدا، لانه يعني بي 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 يعني ايه بيستهين بارواح الناس. والله العظيم دي استهانه بارواح الناس، لان لو واحد لا قدر الله اتوفى بسببه بجد يعني هيبقى الموضوع وحش جدا. فناخد بالنا يا جماعه. وطبعا اللي بيتكلم هل الرجيم بيضعف المناعه، بالعكس، الرجيم او النظام الغذائي الصحي عشان بس نبقى متفقين، في انظمه غلط يعني في انظمه غير صحيه وغير متزنه، دي طبعا مش هتاثر على الجسم او تضعف المناعه، دي هتدمر الجسم خالص. لكن لو انا مشيت على نظام غذائي صحي مليء بالعناصر الغذائيه، بيخليني اشرب حليب، بيخليني اكل خضار، بيخليني اكل فاكهه وحاجات من دي، اصلا منظمه الصحه العالميه وكل الناس بتقول لك كل اكل صحي، كل الناس بتقول لك كل اكل صحي عشان ترفع المناعه. فما تقوليش ان الاكل الصحي هيضعف المناعه، احنا نظامنا نظام غذائي صحي بيديك عناصر غذائيه قوية جدا وبالتالي هيقوي المناعة بتاعتك. فنحاول ان احنا نبعد عن هؤلاء الناس اللي بتقول معلومات مغلوطة علشان خاطر ان هم ده على هواهم وان عايزين الناس تاكل وتبيع اكتر، او حتى واحد مثلا وزنه زيادة فعايز يريح ضميره فيكتب بوست زي ده. فنحاول ان احنا ناخد بالنا من هذه الامور، لاني عشان ما نشيلش ذنب ناس كتير ممكن تدمر حياتها بسبب بوست زي ده. بتقول بقى هل المقويات حديد وكالسيوم بتفتح الشهية وهل تؤثر على النزول؟
احيانا ممكن المالتي فيتامينز تفتح الشهيه، واحيانا نقصها ان احتياج الجسم للفيتامينز ده بيفتح الشهيه. الجسم بيقعد يدور على عناصر كتير، لكن لما بتتبع نظام غذائي صحي مع المالتي فيتامينز ان شاء الله مش هيحصل ان الشهيه بتاعتك هتتفتح. نروح للسؤال اللي بعد كده من محمد صلاح، مو صلاح، بيقول الدكتور قال لي نسبه العضل في الجسم اكتر من الدهون والميه وده بيخلي النزول صعب، الكلام ده صح ولا غلط؟ الحقيقه يعني نسبه العضلات في الجسم اكتر، المتعارف عليه والعلميا المعروف ان كل ما نسبة العضلات زادت كل ما معدل الحرق بتاعك بيزيد، كل ما نزولك بيكون اسرع، وده بيكون حتى الفرق ما بين الرجال والسيدات. دايما يقولوا ان السيدات اقل نزولا من الرجال، يعني لو انا جبت سيدة مثلا ما عندهاش كتلة عضلية، لان السيدات معظمهم كتلتهم العضلية اقل من الرجال، وبالتالي بيكون معدل نزولهم اقل من الرجال بشكل قليل. فاذا الراجل اللي عنده الكتلة العضلية بيكون معدل نزوله أكبر من السيدة، بيكون مثلا فرق 200 سعر حراري أو حاجة من دي. طيب أنت بقى لو عندك عضلات زيادة مفروض أن سعراتك الحرارية تتحرق أسرع، يعني يبقى في سعرات حرارية بتتحرق أكتر، هل ده بيأثر؟ طبعا هو واضح أن أنت فهمت الدكتور غلط أو الدكتور فهمك حاجة غلط مش قادر أفهم يعني. طيب هل انا مثلا ممكن يكون عندي كتلة عضلية اكتر من الدهون؟ انت شوف جسمك، لو انت جسمك ناشف يبقى عندك كتلة عضلية، لو انت بقى عندك دهون اوريدي عندك دهون، فانت التزم بالنظام الغذائي، ما تسمعش الكلام ده خالص او الكلام ده ممكن تكون انت فهمته غلط، فابدا على النظام الغذائي وتوكل على الله هتلاقي نسبه الدهون بتنزل ان شاء الله باذن الله. ساره عبده بتقول هو ينفع اجمع بين اكل العشاء واكل الفطار في وجبه واحده؟ عشان ببقى جعانه في وجبه الفطار لكن في وجبه العشاء ببقى شبعانه ومش عايزه اتعشى. ما ينفعش ان انا اخد وجبتين مع بعض، نوزع وجباتنا على مدار اليوم، ناخد الفطار فطار والغدا غدا والعشاء عشاء، عشان خاطر ان انا مش عايز برضه اكل اكل كتير في وجبه واحده فمعدتي توسع. انا عايز ان انا احافظ ان انا اكل الوجبات بتاعتي بشكل متسلسل وان انا ما زودش حاجه عن حاجه. هل النظام ينفع مع الحوامل؟ الحقيقه نظام المرضعات ممكن اخده واعرضه على الطبيب او طبيبه النساء بتاعتي واقول والله هل ده ينفع معايا ولا مناسب لحالتي ولا محتاج اكتر او محتاج ازود حاجه او اقلل حاجه. يعني نقدر نعرض نظام المرضعات، طبعا احنا عندنا 3 انظمه، نظام الجميع الاوزان، نظام المرضعات، ونظام الاشبال. اذا نقدر نعرض نظام الاشبال على طبيب السكر لو انا عندي سكر واقول له والله يا دكتور يعني ايه عدل لي على نظام الاشبال ده بحيث ان هو يناسب معايا حالتي لو انا مريض سكر، واعرض نظام المرضعات على طبيب النساء لو انا حابه ان انا امشي عليه، لو انت حضرتك حامل تقدري ان انت تمشي عليه او لا، الطبيب هو اللي هيحدد لك. طيب زينب يونس بتقول انا حامل بالشهر الثالث، هل يمكن اعمل رجيم؟ ارجو الرد يا باشمهندس مع اني كرهت الاكل. طبعا موضوع ان هي كرهت الاكل ده طبيعي جدا مع الحوامل، لان ده نتيجة الاضطرابات الهرمونية، هتلاقي ان هي بقت تحب اكل معين وبتكره اكل معين والدنيا عندها ملخبطة. طيب هي تقدر ان هي تخس؟ نفس الاجابة بتاعت السؤال السابق، ان انت تاخدي نظام المرضعات وتعرضيه على طبيب النساء وهو اللي يحدد بقى ممكن تزودي ايه او تقللي ايه على حسب حالتك. محمد جنش بيقول لما بلخبط معدتي بتنتفخ وبتوجعني لساعات، ده طبيعي؟ ارجو الرد. طبعا، لانك انت بتاكل اكل غير صحي، الاكل الغير صحي ده بيعمل زي تلبك معوي، بتلاقي الدنيا باظت عندك جوه، بتلاقي المعده والقولون نفسه اصلا بيستغيث منك. هتلاقي ناس كتير جدا بعد ما مشيت على النظام الغذائي الصحي ابتدت معدتها ترتاح، ممكن تكون معدتها ما كانتش مرتاحه طول عمرها وابتدت ان معدتها ترتاح. ناس كتير هتاكد ده في الكومنتات ان في الايام الدايت معدتهم مرتاحه ويوم الفري بتكون معدتهم مدربكة، فطبعا طبيعي جدا لما تعك معدتك هتبقى منتفخة. هدايات سعد بتقول ما هو المعدل الطبيعي لخسارة الوزن في الأسبوع أو الشهر؟ في الأسبوع من 0 لـ2 كيلو، يعني لو على الميزان، يعني لو أنت وقفت على الميزان ممكن تخس تلاقي ثابت، ممكن تلاقي تخس نص كيلو، كيلو، كيلو ونص، 2 كيلو. ليه بقول صفر؟ يعني ليه بقول صفر؟ ليه بتحبطنا كده؟ الحقيقة الميزان ده مش مقياس، يعني ممكن أنا في الأسبوع يزيد كيلو عضلات ويقل كيلو دهون، صح كده؟ طب الميزان بقى أقف على الميزان ألاقي إن أنا النزول بتاعي الأسبوع ده صفر، ليه؟ لأني وزني زاد كيلو عضلات وقل كيلو دهون،
فطبيعي ان انا دلوقتي شكلي اتغير لان كثافة العضلات اكبر من كثافة الدهون، يعني حجم العضلة هتلاقيه صغير بالنسبة لحجم الدهون، وبالتالي هتلاقي لما انا احط حاجة صغيرة واشيل حاجة كبيرة فهتلاقي ان الجسم شكله بيصغر لكن المقاس الميزان ما بيتغيرش، لكن المقاس بيتغير، وبالتالي هو ده اللي بيحصل. فانا ممكن لو انا هقف على الميزان وهحدد ان انا نزولي بالميزان او لا، هلاقي ممكن صفر، ممكن اخس نص كيلو، ممكن اخس كيلو، ممكن اخس لغاية 2 كيلو، ولكن متوسط النزول بيكون حوالي 1.5 كيلو زي ما كان متوسط النزول بالنسبه لي. يعني انا مثلا كنت ساعات ما اخسش، ساعات اخس 2 كيلو، ساعات اخس 3 كيلو، ساعات اخس نص كيلو، فلما حسبت متوسط النزول لقيته 1.6 كيلو جرام بالاسبوع. محمد هاني بيقول ازاي اقنع طفل 11 سنه انه يغير عاداته الغذائيه ويخس، عشان الاطفال ما عندهمش اراده زي الكبار ومش عارفين مخاطر السمنه ولو حصل تنمر عليهم عشان الوزن بيزعلوا شويه ويروحوا ياكلوا تاني. الطفل طبيعي طفل، يعني طفل، الطفل لازم ان انا انمي الثقافة الغذائية بتاعته واللي هي تبتدي من عندي انا. يعني انا في البيت لازم اكون انا القائد، ان انا والله ان انا اكل قدامه الاكل الصحي، ان انا ابتدي اوريله الاكل الصحي فين والاكل الغلط فين، ان الاكل ده هو اللي بيأثر عليا، ابتدي ان انا اثقفه واحدة واحدة. الطفل هو اللي هيطلب الاكل، ان انا اعمل الاكل الصحي ده بشكل حلو وهو بيحبه. ما ينفعش ان انا مثلا ايه اروح جاي اقول له اشرب حليب، هو مش عايز يشرب حليب، لا ممكن اعمله له في صوره تانية، ممكن اعمله له مهلبيه، ممكن اعمله له حاجه هو بيحبها، ممكن اعمله باي طريقه تانية هو بيحبها، اعمل له الاكل واوصله الاكل للحاجه اللي هو بيحبها. واحده واحده هو هيتعود على ده. ان انا ما ينفعش ان انا اكون بقول له يا ابني كل اكل صحي واكل، واقعد انا قدامه او اخواته قاعدين قدامه بياكلوا شيبسي، ما ينفعش. لازم ان البيت كله ان هو يبقى بيت قائم على الاكل الصحي ويكون متنوع، ما يعني الفاكهه بدل الحلويات، الاكل الخفيف بدل الاكل الدسم. هو هيتعود بعد كده، الطفل نفسه هو اللي هيطلب ده، لما هياكل ده هو اللي هيطلب ده. وزي ما احنا قلنا ان التعود على الحاجه بيخليك ان انت تفضل مستطعم الحاجه. واعتقد ان في سيدات كتير جدا قلبت البيت لاكل صحي من غير ما تقول لازواجها، وابتدى ان هم يعني ايه واحده واحده يتعودوا، لدرجه ان هم لما بقوا يروحوا ياكلوا عند حد وياكلوا اكل فيه سمنه يقولوا لا لا الاكل ده طعمه بقى غريب. فاذا تقدر ان انت تعود طفلك على الاكل الصحي واحده واحده، وتكون البداية من عندك انت. عبير بتقول لو سمحت اتكلم على الجانب النفسي في الرجيم. الجانب النفسي يا جماعة، الجانب النفسي حاجة مهمة جدا، واللي انا اختصرتها في حاجة واحدة بس اول ما بدأت دايت، ان انا قلت لنفسي انا واخد ايه من السمنة. يعني قعدت مع نفسي كده، انا ايه اللي اخدته من السمنة؟ اخدت منها مرض وتعب وارهاق، الاكل الزيادة اللي انا باكله ده اقدر ان انا اكل اكل بشكل معقول على قد اللي انا مفروض محتاجه جسمي، وهلاقي نفسي ان انا استمتعت بالاكل وكمان استمتعت بالحياة. وهو ده اللي حصل معايا، ان انا شفت ان مرحلة التغيير دي هي مرحلة عظيمة جدا بحسن فيها من امور سيئة كبيرة جدا في حياتي. موضوع السمنة ده حاجة كبيرة جدا وكان هم على كتافي طول عمري، والله كنت بحاول اهرب منه، كنت بحاول ان انا اعمل المسكنات، لكن لما شفت ان الرجيم ده عبارة عن وسيلة رائعة جدا لتحسين امور كتير سيئة في حياتي، للأمانة اتغيرت. لكن الناس اللي بتاخد الرجيم على انه بقى حرمان، وان انا بص بقى هفضل محروم الاكل اللي انا بحبه، وانا دمرت كده نفسيتي وهكتئب والكلام ده كله، ده للأمانة يعني ما بيكملش في الرجيم. لكن كتير من الناس اللي نجحت هي الناس اللي شايفة ان موضوع الدايت ده هو وسيلة للتخلص من حاجة كبيرة قوي، وان الاكل ده اقدر ان انا اظبط اكلي وانظم اكلي، وان انا استمتع وعندي يوم فري وعندي يوم ادلع فيه نفسي. فهتلاقي ان الامور بقت بشكل جميل جدا بتتحسن، وخصوصا لما اشوف التغيير ده على نفسي. اول ما اشوف التغيير ده على نفسي النفسية بترتفع بشكل كبير. لو انا حسيت ان انا مشيت على الرجيم ولقيت نفسي النفسية بتاعتي تعبانة شوية، اتمشى، العب رياضة، بتحسن النفسية بشكل كبير جدا. وقبل ده كله الاستعانة بالله. حسام بيقول انا معاكم من رمضان والحمد لله نزلت في وزني من 103 ل 89، بس سؤالي انا عايزة ازيد من معدل الحرق، انا بنزل كيلو بس في الاسبوع، يا ريت تساعدني وجزاك الله خيرا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، حضرتك كيلو في الاسبوع ده حاجة عظيمة جدا، كيلو في الاسبوع ده حاجة حلوة والله العظيم، مش حاجة قليلة. طبعا الواحد لما بيلاقي جسمه بينزل الاول 2 3 كيلو في الاسبوع يبتدي يفكر ان هو ده المعدل. الحقيقة اللي لازم تعرفها ان الجسم ده في البداية كان غني، عنده دهون كتير، واحد ملياردير، فلما يصرف 10
5000 جنيه في اليوم مش فارق معايا، لكن لما يبقى اصلا كل اللي حلته 10000 جنيه اكيد مش هيصرفهم في اليوم، وبالتالي بيقلل من نسبة النزول، لكن النسبة ثابتة. لو انا مثلا عندي مثلا مفروض ان انا بنزل نسبة مثلا 5% من الوزن الزيادة او 10% من الوزن الزيادة، تفضل النسبة دي شغالة معايا. ولكن ايه الزيادة بقى اللي عندي؟ الاول كان عندي زيادة 50، فلما خس 3 كيلو من ال 50 ماشي، لما قلوا بقوا 40، لما خس 2 كيلو من ال 40 شغال، لما قلوا بقوا 20 كيلو، لما خس كيلو من ال 20 كيلو دول بقى شغال، لما قلوا كمان لما خس نص كيلو من ال 10 كيلو، وهكذا. يعني انا كل ما نسبة الزيادة في الجسم تقل كل ما المعدل يقل، وده طبيعي جدا جدا. اهم حاجة ان احنا نلتزم بالنظام الغذائي، نركز على المقاسات، نهتم بالرياضة، هنلاقي الدنيا ظبطت معانا لغاية ما نوصل للشكل المثالي ونثبت على كده. وبكده نكون انتهينا من هذه الحلقة، فأتمنى تكونوا اتشجعتوا واستفدتوا بهذه المعلومات. تحياتي ليكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودعوه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.